مهم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، كنهضر بالدلائل. نتوما ما عندكمش الدلائل، عندكم اوديو ديالي لحقتوه، اوديو ما تساوي والو. انا عندي الدلائل القاطعه، فهمتوني؟ وباقي غنصدمكم بالسيدي. السيدي هو المزيكا الواعره، هو السيدي. واللي بغيت نقول لكم اليوم، الجمهور المغربي دموع المراه هما سلاحها، سلاح المراه هما دموعها. واليوم بغيتكم العاطفه تحيدوها خوتي المغاربه، الله يحفظكم. حيدوا العاطفه اليوم، الله يجازيكم بخير. راه الناس كتبدا تبكي وكتبدا تبوحط باش اكشوان. اش باغيين يديروا؟ يصيفطوا اكشوان الحبس باش يطلبوا بها كيما بغاو ويستغلوه كيما بغاو. عيروني سبوني، ولكن الحقيقه غير سمعوني. دات لي السنه الفريال حشومه، ويلا خارج من الحبس حشوم. ولكن مسكين هو ما عنده، معليش اللومه، قالت لي انا راه ما مجوجاش. وخرجات ومشات ونسات لاكارت ديالو سكريناها مريقل. هو سمعتي اش قال لي؟ قال لي سكريت لاكارت وكونت بونكير، يعني راهم سكرينين عنده، بغى يلوحهم ليا. ولاحهم ليا، يعني مهزله. وذاك السيد اللي كيهضر عليها تيقول لك القانون ما القانون، والقانون خصو ياخذ المجرى معاك انت بعدا. معاك انت، انت سير خلع الفلاتز ديال جوج دراهم، وانا راه ما غنتزراش ليكم. سمعتيني ولا لا؟ الا كان الحبس غادي ندخل ليه. قال لك واحد المثال، اللي كيسكت على الحق شيطان اخرس. ما بغاش يطلقني ودابا كيشوهني. وراه انت طلبتي الطلاق، سيري طلقي راسك وبعدي مني، ما بقاش نهضر عليك، ما بقاش نجبدك. كنبغيها. شتي نبغي هاد الورد، هاد الورد هذا نبغي، هاد النوار ما نبغيش هذيك. مشيني كون كان فيها متر تردها، ولكن ما رداش. المغاربه قالوا في التعاليق علاش كيشوا ما يعملش يعاقبوا ويمشي تسامح معاها. واش نتسامح مع شي وحده دارت هاد الاغلاط كبيره والسمعه ما عنديش انا ولا شنو هو؟ واش عندي السمعه ديالي ولا ما عنديش؟ راه الناس كتاجر في الدريات، راه سيروا لسباته وسولوا. كاينين عيالات كيتاجروا في الدريات في امارات دبي، هي باغا تطلق باش دير اديب. حنا عارفين غدير اديب، ما تبقايش تكذبي. غندير كاميرا حتى المبروكه وغنوريهم من البعيد هذاك الخاين اللي كيبيع 10 مضروب في وجهه. سمعتيني؟ وانا معاكم حتى الاخر يوم القيامه ان شاء الله. والشرطه راه محركه، وكما كتقولوا نتوما غادي ترفعوا عليا دعوه. هذيك الدعوه اللي باغيين ترفعوا عليا انا، سيروا رفعوها على راسكم نتوما الاولين. القضيه ديالي قالت ان منبلياش وتكتشوها للسوق. منبلياش هي منبليه، ودابا كيشريو لها الاخرين اللي معاها، دابا كيشريو لها البليه وباقا منبليه. راه في الكومونتيرات تقول لها سيري قراي الكومونتيرات، راه الناس كيقولوا لك دابا منبليه بعيد على مصطفى، منبليه كيجيبوا لها البليه، كيجيبوا لها شي حاجه من غير البليه، وكيخرجينا للطريق. وكنقول لها اليوم بقاي غاده في هذيك الطريق، ما بغيتيش تستري، كنتي معايا بلقى وزوينه، شو كي وليتي زراقيتي دباليتي حشومه، ما بغيتيش تكون امراه. ما بغيتيش تكون امراه. ولكن اللي بغيت نقول اليوم ونستر عليه، وهو ديك السيده حتى هي غنجبدوها حتى هي دابا، حيت هما شباكه، شباكه هما. بلا ما نجبد الشبكه ديالاش، ديك السيده اللي دارت جوج قوالب ديال السكر وقرعه الزيت الوسط، كتقول لهم بنتزوج مصطفى. انا قلت باغا قلت غنخطب فنانه. واش انت فنانه؟ حقا نسيت. مشات للعروبيه مسكينه، مشات للعروبيه شحال هادي، وركلها حمار وفقدت الذاكره. نسات بانها خدات المرتي في واحد الديسكو، وقالت لي مصطفى انا راه بداري يلا تزوج بيا. نسيتي ولا نفكرك؟ با ديري البوز على ظهري. وسيري. شوفي انت راك مع الاخر اللي كيدير اللايفات، ومعروف انت من الشبكه ديالو، فهمتي؟ وكلكم مجموعين فيه. هو غيديكم دابا ديك العربيه كاملين، وكلكم مجموعين شبكه وحده. نتوما ديتوا المراه مريضه لحقتوها في السبيطار، عندكم صوابق، انا ما تقدروش عليا، وتا انت غنخشيك معاهم. تقولي لهم انت راه في رمضان كنت معاك في دارك، ما كتكذبي على الناس. دابا كتقولي لهم بغيت تزوج بيا، وفي الاخر قال لي ما يشرفنيش. وتا انا ما يشرفنيش نتزوج بيك انت، عرفتي علاش؟ انا 41 عام وكنبان صغير عليك، انت صغر مني شويه وكتباني شارف، عرفتي علاش؟ حيت ربي اللي خلاكم هكذاك. واليوم اللي كنبغي نقول لكم رسالتي، وهي
والله ما انتصرت ليكم. طلعوا في اللايفات بكيو البارح في اللايف اللي درت ما خليتش تكمل، صيفطوا لها في الواتساب بانك كليتي العصا وكذا، ما خليتهاش تكمل هذاك الكومونتير، قلبتوها لا ما تقلبوهاش. وانت اللي بارك حداها جاي معاها كدير، انا باغي نطلع القناه وطلع قناتك لسطح تشمشها اخويا، قناتك طلع لسطح ضربه الشميشه فهمتيني، اما مع اكشوان برونزي زوين. مصطفى شنو باغي؟ ها؟ مصطفى شنو باغي؟ بحالاش؟ باغي راحه البال شنو باغي؟ انا راحه البال كاينه. بيس اند لوف. يعني هذاك الشيء واخا اديني بنادم راه ما غايصور مني والو، راه هو داك السيد كيهضر في لي لايف عايرني يسب لي والديا والناس مسكرين لي داك الشيء واقفه معايا يسب لي الجدود ديال والديا، وتا انا ما كنسمحش ليه فهمتيني ولا لا؟ ما كنسمحش ليه، وهي حتى هي كتشهر بيا كتمشي عند العيالات دير الدعم بالسوسيط والكفته، ما كنديرش الدعم بالسوسيط والكفته كنديرو ب 200 درهم، كتمشي دير الدعم بالسوسيط والكفته عند العيالات ونقزوا العيالات قالوا اه ما عندها حتى 1000 ريال مسكينه باش الطاكسي، وانت كنتي معاه كان كيطلب بك عندك 1000 ريال، وناض هو واحد السيده قالوا اه حنا ما عندنا لا جهد، وكديروا بها الفيديوهات عطيوها الفلوس ها عطيوها الفلوس، لاش حاطينها كتطلبوا بها؟ اه يا رب بغينا شي واحد يعاونها يجيب ليها يعطيها 60000 ريال باش دير محامي، واش الناس قالوا لها طلقي؟ واش الناس غيساعدوا على الطلاق؟ واش الناس غيعطوها 60000 ريال باش تطلق؟ ها راه قهرتوا الناس، قهرتوا الناس وعذبتوا الناس ومهزلت درتوها الناس كيتفرجوا فيكم، اما اكشوان كيبقى النمبر 1 وديما النمبر 1 فهمتي، اما باش تقولوا لي تخلعوني اه حقه الواد حبس غنصيفطوك شحال غنضرب 6 شهور 8 شهور غنخرج غنعاود نعطيكم العصا فهمتي ولا لا؟ غنضرب وغنخرج وغنعطيكم، ولكن والله تنمشيو كنا للحبس حيت كاين استغلال البشر وكاينين الناس شاهدين، ومرا غدا غتطلع معنا ولا بعد غدا غتقول لك بان كاينه واحد المراه كتجمع الدريات وكتصيفطهم للخليج وكتسمصر فيهم، هذه كنسطر عليها بخط غوز بالدليل. واللي بغيت نقول لكم اخر كلمه من طلعوا في شي لايف انا كنجهلكم كنمرضكم، ملي كنطلع في شي لايف ولا كنطلع في شي فيديو كتخرجوا مورايا، علاش؟ كنعطيكم الادله القاطعه وما كنكذبش، ولا كنت كنكذب الله ينعل لي الوالدين في هذا النار، انتوما كذابه ونصابه وباغيين تطيحوني فهمتي، والناس عارفاكم اش كتسواو فهمتي ولا لا؟ الناس عارفاكم اش كتسواو، واليوم كنقول لكم ربي غياخذ الحق فيكم، سمعتوني ولا لا؟ ربي قبل نسافر اليوم قبل ما نمشي نسافر ربي غياخذ الحق فيكم. ها غادي لطنجه اليوم مع الجوج مع ديك الخمسه ستة العشية غادي لطنجه مع الجوج. ها نشوفوش نتزوج ان شاء الله، واه الا بغى الله الا بغى الله غنتزوج غنتزوج واش طنجاويه ولا اللي كان، شوف المهم ما نديوش شي وحده اللي ما تستاهلش فهمتي. ها وكنتمنى ولا حتى هي شي راجل، اه نتمنى ولا شي راجل مشي تقلب على شي راجل تبعد مني انايا كتقول لي ما رجعش معاه، وانت انا واخا عطوني فيلا ما رجعش معاك على هذا الشيء اللي درتي وهاد المهزله اللي درتي، كيطلبوا بك مشيتي مع السيد مشيتي مع ديتي لي 60000 ريال شدك واحد دغدغك، واش بغيتي؟ اش بغيتي؟ قلتي انا ضربتك بكوكوط كتكذبوا على الناس، او ماشي ضربك بكوكوط ضربك بكسكاس وداك الهربه كمل انت، غنقول لك واحد جوج كلمات كترولي على اكشوان قول لي الله يخلف راه الفيديوهات ديالي راه كليتي بهم شويه الخبز سمعتيني ولا لا؟ وبغيت تاكل بهم الدنجال كما كيقول الاخر مقلي بالبيض سمعتيني ولا لا؟ وسير كمل راك عام كمل. واللي بغيت نقول كلمه زوينه اللي غادي نقول لكم اليوم وهي سيروا حشموا على اعراضكم وسيروا كونوا تمرقوا، راه ملي كتطلعوا في لي لايف كتبداو تمحيو الكومونتيرات ما تبقاوش تمحيو الكومونتيرات، اكشوان واخا يتعرض للنقد الناس كتعيط ليا وعارفه الواقع والواقع ومكتوب ما عليه هروب فهمتوني ولا لا؟ وانت اللي كتقول اكشوان غيدوز الحبس غيدوز العيد الكبير في الحبس، العيد الكبير الا دوزتو في الحبس غناكل اللحم وشرع وسط المؤسسه
وكنحترم سيدنا وكنحترم المؤسسه وكنحترم المغاربه كاملين. والمغاربه عرفكم واش كتسواو. وطلعت دابا في واحد الاذاعه ديال كتقول لهم انا كان كيحطني في الدار كيجيب لي الحشيش وكيدوخني. ودابا دوك العيالات اللي باركه معاهم ما كيجيبوش لك الحشيش، ها راه بلي ما راه كيجيبوا لك صبيع ديال 1000 ريال مزيانه هذه، ها. والاخر اللي كيدير لايفات مدرق عليك هذا الشيء كامل، عرفتي علاش؟ حيت السيد منين دارك الفلوس، منين مديتي الفلوس للسيد جا معاك عنده وقال لي غردوا لك فلوس من هنا ليومين وما رديتيهمش ليه، نصبتوا عليه. يعني داك السيد كيساعدك في هذا الشيء وانا فرشتكم، هذا الشيء علاش وليتوا باغيين تصيفطوني للحبس. معايا الله، معايا الله، معايا الله، معايا الله. ورضات الوالدين والجمهور المغربي اللي كيساندني، عارف كاين جمهور كيعيط لي وكيساندني، وانتوما راه ما غتصوروا والو وما غتصوروا والو. وغادي نقول لكم اليوم واحد الكلمه زوينه، يا اللي ظلمني داعيه الرب العالي وانا غادي في حالي، راعه والله راعه والله يا نصاب اكشواني تيم ومرضي الوالدين وانتي نكرت الخير وهكذا مصيرك يا لالا. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.